رجاله كل واحد ينزل حبابي كده وايده فوق راسه، مش عاوز تشغيل دماغ عشان ما ازعلش حد على روحه. حلاوتكم كده وانتم مسلمين شطار. واحد الواحد، تسمع مازن بيه عن مذبحة القلعة؟ أنا بقى أفسحك في القلعة. لا أنا مش جاي في تهويش. مرة قال لي هيتشاء أحطها له في نص دماغه. أنا مش جاي أذيكم يا رجالة. محسن كتفهم واشحنهم على العربيات واقفل عليهم. ومعلش يا إخواتي أعذروني أقصدكم في السلاح بتاعكم. أما الحلو ده بقى فيخصني أنا. عيني. يلا رجالة. يلا يلا افتح العربية. بلاش أنا عرب عشان أنا ممكن أتغشم عليك جامد. ما توري كده. وري. رحمة أمي لوريك العذاب أشكال، وساعتها ما تبقاش تطلب الرحمة. لا الرحمة ما بتطلبش غير من رب الخلق. بالمناسبة بسلم لي على مديحة. تسلم لأن أنت سلمت للحاج عبد ربه. وفرت على التعب. يا صاحبي هو صعب عليك ولا ايه؟ هتسيبه بعد كل ده؟ نسيت هو عمل فيك ايه؟ لا ما نسيتش. الواد ده وراني اسود ايام في حياتي. والطلقه اللي هتضرب دي اغلى منه. لو موتته كده هريحه. وانا مش عايز لك الراحه يالا. لازم اختار لك موت الهواء ادلي بيك. عشان اوريك العذاب اللي انا تقته. يلا عشان اجيب لك السريلاك اللي بتحبه. يلا السريلاك. ارتع عشان نزل العربية يا ده. يا سيحة. ايوة يا عرب. يلا اتحرك. تمام علم وينفذ. يلا. وزعهم يا معلم.